رزق زهيت المكان سيدنا رمضان فرحنا لك شهر القرآن والأمثال تاع زمان وما كل من كل الوان سيدنا رمضان. أحبائي مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم سيدنا رمضان. سيدنا رمضان برنامج راح يرافقكم طيلة شهر الفضيل. بهذه المناسبة نقول رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة. راح نسافر بكم في الجزائر الحبيبة، راح نكتشفوا عدة كما شفتوا في الحلقة اللي فاتت، هذه المرة كاين محطات أكثر ومحطات جميلة كذلك. كل محطة تكون أجمل من السابقة، هي كل محطة جميلة، ولكن احنا ماذا بينا يكون شوية تشويق. إذا أحبائي الأطفال مع الأولياء تاعكم ابقوا معنا في الشهر الفضيل في هذه الحصة الجميلة اللي فيها محطات عديدة برنامجكم سيدنا رمضان. برنامج نستقبل فيه عدة أصدقاء بفقرات عديدة، وضيفي الدائم سيد نور الدين لابري صديقي. مرحبا بك سي نور الدين، دائما تمتعنا بالحضور تاعك. شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك أنت اللي أعطيتني هذه الفرصة، راك رجعتني للأجواء نتاعي، لأن أنا حياتي كلها في التعليم، كلها في التربية. نقول سي نور الدين وقرا 37 سنة، تقريبا 40 سنة، 40 سنة في سلك التعليم، 37 يعني. ومعها نعم جميل. الله يبارك، الحمد لله يبارك. أنا واش نقول لك، رمضان كريم يطول عمرك، وتقبل الله منا الصلاة أجمعين. والصيام والقيام أجمعين. ومادام تكلمنا عن التربية والتعليم، احنا نترحم على من علمنا، ربي يرحمه وربي يطول عمر من يعلم، من يعلم كاد المعلم أن يكون رسولا، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا حبيت كذلك الحلقة اللي فاتت كنت وريتكم عباءة هدوها لي في مدينة واتسوف صديقي محمد محبوب، كان لبسها لي في الركح، واليوم جيتكم بعباءة أخرى، هذه العباءة هدوها لي في مدينة جانت. مدينة جانت نحييو كل سكان ولاية إيزي، ولاية جانات، ولاية تمراس كذلك، يلبسوا هذا النوع من العباءات الجميلة عريضة وباردة، يعني نعم. أنت تشوفها هكذا مدروسة، كل شيء مدروس، جميلة جدا. حبيت اليوم ندير لهم تكريم على حسن الاستقبال اللي داروه لي والترحيب اللي تلقيته. حبيت كذلك قبل ما نبدأ، وحنا في هذا الشهر الفضيل ما نقدروش نبدأ شهر برنامج في الشهر الفضيل بدون ما نسمعوا لآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم معنا كذلك وليدي محمد، تفضل وليدي واتلو علينا آيات بينات. من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وليدي محمد بارك الله فيك. أحبائي برنامج سيدنا رمضان يجيكم طيلة شهر رمضان، نرافقوا العائلات العربية والعائلات الجزائرية وكاع العائلات اللي نشوفوا فينا. احنا ماذا بينا كل واحد يشوفنا يستفيد من برنامجنا، وحنا كذلك نستفيد معكم في كل حلقة. بنتي خلود، رمضان كريم. رمضان كريم يعود علينا ولكم بالصحة والهنا. ربي يحفظك بنتي. اذا رجعتي لنا عاودنا عرضناك وما بخلتيناش وجيتي حضرتي معنا كما اصدقائنا اللي راهم هنا. انا وش عجبني هذه الازياء التقليديه هذه اللي راكم كامل، هي لوحه ستين فريسك، لوحه جزائريه، يعني شيء من اروع ما يكون. وميليسا اليوم زهيتينا بهذه الشده، سقمينا هذيك الشده الجميله، برافو. الشدة معروفة بها منطقة تلمسان، جميلة جدا. وزيادة نشوف الكاراكو
الجبب يعني شيء من أروع ما يكون، حتى الجبال القبائلية موجودة شيء من أروع ما يكون. برافو. الشبية طربوش حتى جنات حتى ولاية إليزي ولاية جنات ولاية تمرس موجودة حاضرة معنا، شيء من أروع ما يكون. وشبتينا بنتي؟ جبت لكم أحداث وقعت في شهر رمضان الفضيل. الله يبارك، تفضلي بنتي تفضلي. جرت في رمضان العديد من الأحداث نذكر منها. في الرابع من رمضان توفي الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني، وأعلنت الدولة العثمانية الحرب على ألمانيا. وأيضا شهد شهر رمضان حدثا هاما، وهو افتتاح جامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 للهجرة، وأقيمت أول صلاة فيه، حيث انطلق صوت المؤذن من فوق مئذنة جامع الأزهر، وتم إنشاؤه على يد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله. اختلف الكثير في تسميته، ولكن الراجح أنه سمي على اسم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وللأزهر مكانة علمية ودينية لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. برافو برافو برافو، جيد 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 جيد. والله أنا كان معلومة دوك سمعتها ما كنتش نعرفها. ما هي؟ يعني الجامع الأزهر. نعم. على الأرجح يكون بالنسبة لفاطمة الزهراء. لا، هذا هو هذا هو هذا هو الغالب في الرأي، هو أنه سمي على نسبة لفاطمة الزهراء. جميل. رضي جميل الله تعالى عنها. جميل جميل. أنه ولدنا يعني. كان حاجة أخرى سيزيد لو سمحت. للولاد نتاعنا الأزهر موجود في القاهرة، وأنا حبيت بهذه المناسبة هذه نقول لكم العلاقة اللي تربطنا نحن الجزائريين بمصر، لأن القاهرة هي عاصمة مصر. تربطنا ثلاثة أو أربع أمور تاريخية. الأولى هي قبل الأزهر، هو شيشناق الأمازيغي اللي راح من عندنا هنا ملكا، وحارب ملك فرعون وغلب فرعون وأصبح واحدا من الفراعنة، يعني أصبح ملكا لمصر. هذا واحدة. ثانيا الفاطميون قلعوا من عندنا هنا من الجزائر إلى تونس، داروا عاصمة تسمى بالمهدية بقرب المنستير، وانا رحت زرتها، كانت هي العاصمة نتاع الفاطميين. ثم انتقلوا إلى مصر، وهم الذين أسسوا القاهرة وجامع الأزهر. إذن شو احنا مشاركين أيضا في ذلك. ثالثا في جامع الأزهر كما ذكرتي مشكورة، هو جامعة يعني تضاهي هذه السوربون وهذه الجامعات العالمية أوكسفورد والكبيرة، فكانت مصدر للعلوم الدينية خاصة الدينية القاهرة الأزهر. وهم كانت عندهم عادة في نهاية القرن التاسع عشر، باش في كل بداية موسم جامعي تاع جامع الأزهر كيجيو الطلبة من كل أنحاء العالم الإسلامي كيجيو، كان لازم يديروا درس، أول درس خطبة أو درس افتتاحي. اللي دار لهم أول خطبة افتتاحية هو من الجزائر ومن خميس مليانة، هذه دارها لهم أبو زيد الشيخ علامة أبو زيد، ودار لهم هذه الخطبة. وهذه الخطبة لا تزال إلى يومنا هذا في كل بداية موسم جامعي إلا ويقرأوها أنتعوا وراي مكتوبة ودارينها أثرية. هذه هي. وكاين آخر يعني حاجة ربما نقولها اللي تربطنا بمصر، في 1973 حرب العرب ضد إسرائيل، حرب كبيرة صارت في 1993 73 شكرا. والجزائر كان ذاك الوقت الرئيس هواري بومدين رحمه الله، الجزائر هي اللي ساعدت مصر بأكبر عدد من الجيش ومن العتاد ومن الطائرات والدبابات، وكانت عندنا 11 سنة فقط
من الاستقلال. هذا هو اللي حبيت فقط ان نذكر يعني برك هذا اللمحه التاريخيه. الجزائر كانت دائما سباقه في مساعده الدول في الوقوف جنب. نعم. هي الجزائر كانت رافضه للظلم يعني من بكري. ولا الجزائريين يا اخي احنا مع المظلوم ظالم نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه يعني مع المظلوم ولو كان ظالم. والجزائري نعم. وكان مثلا جارك يجي عندك يقول لكم حقروني ما تسقسيهش تروح معاه مباشرة باش تفهم الموضوع وتحامي عليه كامل ظلموه. هذه من خصال من خصال الشعب الجزائري قديما من القدم الى اليوم. بالضبط. هذا هو هذا ما نحبوش الحقرة على مستوانا ولا على المستوى العالمي ولا احنا نحبوا السلم والسلام. احنا نحبوا الشعوب تكون مرتاحة والمجتمعات تكون عايشة في امان. واحنا كذلك في مجال على قناة عمو يزيد تي في. نعم. وإحنا نخاطب العائلة والطفل بصفة خاصة دائما نوريو الطفل نتاعنا المجتمع الآمن المجتمع. نعم. ولكن نوريو له الكيفيات. نعم. حتى كيفاش يكون مجتمع آمن. نعم. يعني مجتمع يكون فيه أخلاق حميدة. نعم. يكون فيه تضامن يكون فيه تأخي يكون فيه محبة يكون فيه احترام لأنه الاحترام أنا نظن هو أساس. أنا حتى كنت عملت أغنية تتغنى بالاحترام باش الطفل يفهم وش هو الاحترام. بالمرات نقولوا للأولياء يحكموا وليده يقول له يا أخي قلت لك هذاك العام ما جيش متأخر للبيت مثلا. ولا يحكموا وليده ولا بنته يقول يا أخي قلت لك هذاك العام ما تكذبش قلت لك هذاك العام ما تتشارجرش. بصح الطفل قادر يشوف في الوالد بتاعه يقول له وقتاش قلت لي كل مشكل وراه. نعم. انا كل الاولياء من هذا المنبر هذا قعدوا ولادكم وقولوا لهم وليدي ما لازمش تتشاجر وليدي لازم تلقي السلام لازم ترجع السلام لازم تروح للدكان تنتظر دورك. نعم. تلقي السلام تروح البيت تطرق الابواب. حنا نعلم ولادنا الى عطيت موعد الانسان لازم تجي في الوقت احترام الوقت. هذه الاشياء هذو الا ما ربيناش ما قلناهمش لولادنا كيفاش حيعرفوهم؟ ربي سبحانه وحاسب الامم حتى بعث لهم رسول. يعني اللي ما وصلتوش الدعوة ما يتحاسبش. يعني أنا نظن الطفل مسؤوليتنا نوصلوا له. لذا عمو يزيد دار أغنية أعطي الميكرو ميليسا تكون هذه الأغنية. هاي يا ميليسا فكرنا عمو يزيد دار أغنية بتاع الاحترام يقول فيها يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. برافو 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 بنتي برافو برافو. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يجاوب الأب نتاعو واش يقول له؟ لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. نربي ولادنا بلي كاين ناس مراض كاين عجائز رقدوا ما ترفعش صوتك. ورايحين الأولياء يتفاجئوا لما يقول لوليده هذا الشيء راح ما يديروش لانه الطفل بالمرات يدير هذه الاشياء. بالك واحد ما قال له ما لازمش تعيط في الحومه ما لازمش ترفع صوتك. هل قلنا لهم؟ كي نقول له تما نعاقبه. مثلا كذلك عمو يزيد يقول في الاغنيه يا ابتاه قل لي معنى الاحترام يقول له لما تدخل دكانا سلم على اهله دوما لا تعجل في طلب الشيء او تسبق غيرك ظلما. تنتظر الدور تاعك. بالضبط. يقول لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه ابدا حتى تستاذن من فيه او تسمع منهم ردا. نعلم ولادنا طرق الابواب مهم جدا. اذا الاولياء من هذا المنبر اي شيء لازم تربي وليدك تقعدوا ولا بنتك تقولها يا بنتي كي تخرجي لازم تكوني ظريفه لازم تلقي السلام كي تروحي مع صحاباتك هكذا ولا اصدقائك ولا في المدرسه ولا صباح الخير السلام عليكم واش راكم لاباس صحتكم مليحه الوالدين بخير. راح تشوف راح تخلق هذاك الجو الحميمي. هذا شو اسمه السلام إلقاء السلام يعني السلام عليكم يعني حتى معروفة يعني. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أفشوا السلام. بالضبط. أفشوا أمر يعني شيوا السلام. بالضبط. سلم على الناس يرتاحوا ليك. بالضبط. وهو لما يسلم عليك كذلك تترتاح إليه. بالضبط. وهذه هي الأخلاق كما يقول عمو يزيد هي أساس الحياة نتاع الأمة. بالضبط. والحكيم يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بارك الله فيك. إذن الأساس هو الأخلاق التقدم النهضة الحياة الجميلة السعيدة تبنى على الأخلاق. والإسلام ما دمنا في رمضان الإسلام
جاء من أجل مكارم الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا الرسول بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، هي الأساس نتاع الحياة في الدنيا، وهي التي تهيئنا ليوم القيامة لندخل الجنة إن شاء الله يا رب. اللهم وإياكم يا رب، اللهم اجعلنا يعني من أهل الجنة، واجعل أولادنا من أهل الجنة، وجميع المسلمين يا رب العالمين. وإياكم وإياكم. إذا أحبائي، الأخلاق ثم الأخلاق. دعاء بنتي، رمضان كريم. رمضان كريم عمو يزيد. واش راكي بنتي، توحشناك؟ لا بس. لا بس الحمد لله. واش جبت لنا اليوم بنتي؟ جبت لكم مثل شعبي. مثل شعبي، شحال نحب الأمثال الشعبية. هذاك الأمثال الشعبية أنا نقول خاصة في الجزائر، هما كاين في كل دول، ولكن الأمثال الشعبية الجزائرية دروس، يعني مثل بمثابة درس، شغل قريت يوم كامل. قولي لنا المثل بنتي. يد واحدة ما تصفق. برافو برافو برافو، يد واحدة ما تصفق. يقول لك العود قوي بحزمته، يعني مهم جدا، وضعيف لما يكون بمفرده، يعني حمية تغلب السبع. نفس الشيء في نفس السياق. شيء جميل 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 جدا. والله عز وجل يقول احنا دائما نستدل بالقرآن وبالحديث ما دمنا في هذا الشهر الفضيل. يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف اعتصم كلنا بحبل الله جميعا، هذه هي قوتنا. تفضل صدق الله العظيم. سيدنا رمضان، ترافقكم طيلة شهر رمضان بهذه الفقرات الجميلة، وفي كل مرة نعطيكم معلومات ونستفيدوا معكم احنا ثاني. انتظرونا في السهرات الرمضانية مع العائلة نتاعكم، كاين فقرات موجهة للعائلة وللأطفال وكامل، نكتشفوا من خلالها أزياء وأطباق ومناطق الجزائر الحبيبة وكامل. إن شاء الله نريكم كل ما هو جميل، كل ما هو جميل. بلادنا جميلة، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال، إن الله جميل ويحب الجمال. حنا تاني نحب بلادنا ونحب نوريو جمال بلادنا. سونيا بنتي، رمضان كريم. رمضان كريم يعود علينا وعليكم. ربي يحفظك بنتي. واش راكي بنتي؟ واش جبتي لنا اليوم بنتي؟ شدة لمسانية. سما كي قعدنا قدام ميليسا جبتي لنا شدة لمسانية. جميل جميل جميل. سننقلكم إلى غرب الجزائر، ومع الشدة التلمسانية هو لباس تقليدي مشهور في منطقة تلمسان، مطرز بخيط مغلف بالذهب والفضة، يوضع فوقها ثوب آخر مطرز يسمى السترة، مصنوع من الفتلة ومرصع بالمجوهرات والحلي، والذي يغطي منطقة الصدر، مرصع بالأحجار الكريمة، وتظهر الشدة التلمسانية فراء العائلات بدمج اللباس بالحلي في نفس الوقت. يصل وزن الشدة إلى 30 كيلوغراما، صنفت ضمن التراث العالمي سنة 2012. برافو 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 برافو. إذن الشدة التلمسانية مصنفة ضمن التراث العالمي، شيء جميل من أروع ما يكون. مدينة تلمسان، أنا نظن مع شدة لمسانية نروح مباشرة لسيرين. سيرين بنتي، سيرين بنتي، رمضان كريم. رمضان مبارك. رمضان كريم. على سبب شيء نشوف أنا في الافيش في الورقة نتاعي، أنا نشوف بلي عندك حاجة تكمل شدة لمسانية. واش جبت لنا اليوم؟ طبعا اليوم جبت لكم معلومات على منطقة المنصورة. منطقة المنصورة اللي هي منطقة في تلمسان، حبيت نروح مباشرة بها باش يكون هناك تسلسل. تفضلي بنتي تفضلي، عرفينا بها. منطقة المنصورة توجد في تلمسان، وهذه الأخيرة سياحية من نوع آخر، فيها السياحة بنكهات مختلفة، وهي مسماة بلؤلؤة العرب. توجد بها عدة آثار وحضارات، نذكر منها جامع المنصورة، يبعد حوالي 4 كيلومتر عن عاصمة المدينة، به مأذنة طولها 38 متر بقيت شاهدة على التراث الإسلامي العريق، والتي تعود إلى عصر الميرينيين، فقد أمر السلطان أبو يعقوب الميريني عام 1303 ميلادي ببناء مسجد وصومعة المنصورة خلال حصار قواته في تلمسان. وتعتبر منطقة المنصورة من بين أهم الأماكن السياحية في تلمسان، والتي يزورها السياح من كل الأقطاب،
فيسخر هذا المكان بنماذج تظهر روعة وعظمة فن العمارة الإسلامي. برافو 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 برافو. إذن المنصورة تلمسان مدينة الفن والآثار كما يقولوا، مدينة جميلة جميلة من أروع ما يكون. سيدي بومدين، سيدي بومدين لوغريت، الغوث سيدي بومدين الغوث، يعني الغوثي بالضبط، أكبر علماء الإسلام. الناس عمو يزقتني الفرصة، الناس بعض الناس غالطين في سيدي بومدين، يحسبوا سيدي بومدين عنده ضريح يروحوا يحطوا الشموع ولي، هو صح ولي من أولياء الله الصالحين، لكنه كان من أكبر علماء الصوفية. بالضبط. وسيدي بومدين في الحروب الصليبية في القدس حاصر المسيحيون القدس واحتلوا القدس الشريف أولى القبلتين، هو القبلة الأولى اللي كان يتجه إليها المسلمون، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى حاصرها، وراحوا راح سيدي بومدين كان في بجاية، كان يعلم في بجاية، يعلم العلوم حتى الرياضيات، وخذ معاه فئة من الشباب الطلبة نتاعو من الأمازيغ نتاعنا، وراح إلى مشى إلى القدس وحارب إلى جنب صلاح الدين الأيوبي، وقطعت ذراعه هناك، وانتصر المسلمون وتحررت القدس والجامع الأقصى وطردوا المسيحيين. وسيدي بومدين شرى حي وقال لهم هذا وقف، يعني كل واحد من هذه المنطقة يروح للقدس الشريف إلا ويأكل ويبات ويشرب وهو في أمان. ثم رجع سيدي بومدين من 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 القدس وعاود رجع إلى بجاية وزاد كمل قرى في بجاية، ثم كان مسافرا إلى الغرب، توقف في تلمسان مارضة وتوفي هناك رحمة الله عليه، ودفن في 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 البارح سيدي بومدين في تلمسان. إيه ولكن في نسيت الحي هذاك اللي جاي فوق، الحي عنده اسم الحي، دوك نتفكروا ونعاود نرجع ليه. قالوا له ايه، قال له ما هذا هذا المكان هذا؟ شاف ناس هذوك المتصوفين هذوك يروحوا يزهدوا يبنوا لهم الاهل تاعهم يبنوا لهم غير بيت صغيره هكذا ويتعبدوا حتى يتوفوا ويدفنوهم ثم. فقال لهم كذا، قال لهم ما احلى الرقاد في العباد. انا تفكرت تفكرت المقوله نتاعو رحمه الله، حي العباد معروف، حي العباد. قالوا له، قال لهم واش هذاك المكان هذاك؟ شوف فيه في الجبل فوق او يعرفوا عمو يزيد. قالوا له هذاك اسمه العباد، كانوا يجوا يتعبدوا ثم. قال لهم ما احلى الرقاد في العباد. لما توفى راح ندفنوه في تلمسان، كان مقابر كثيره وين ندفنوه. واحد قال لهم سيدي بومدين ما تنساش، قال لكم ما احلى الرقاد، يعني الرقاد الابدي، الرقاد الدائم اللي هو الدفن والقبر، فدفن هناك. جميل 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 جدا جميل. تحيتنا لكل سكان ولايه تلمسان، نعم، الغرب الجزائري وكل الامه الاسلاميه والجزائريين وين كانوا وين كانوا، ان شاء الله في كل منطقه راح نوصلوا ونتكلموا عليكم، لاننا فخورين جدا 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 بكل هذه الثقافات، فخورين بكل بعلمائنا، فخورين بلباسنا بزينا التقليدي بأطباقنا، فخورين بجزائريتنا. الانتماء، أنا نقول للناس يا أولياء علموا أولادكم الافتخار بالانتماء، أنه يقول أنا جزائري أنتمي لهذا الوطن وفخر. سونيا بنتي رمضان كريم. رمضان كريم، نعاد عليكم علينا بصحة ولهنا. ربي يحفظك بنتي. واش جبتي لنا اليوم بنتي؟ جبت لكم عادة من عادات الجزائريين. الله يبارك، واش هي هذه العادة بنتي؟ صيام الأطفال لأول مرة. أوه شحال نحبها هذه العادة. أبرك حنا في الجزائر لما يصوم الطفل لأول مرة والله الأولياء يحبوا ولادهم. حدث كبير وحدث كبير في العائلة الكبيرة، كبير ماشي غير وتعيط لهم أنا وليدي صام اليوم وكذا. فخار يعني جميل 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 جدا. تكلمينا على هذا العادة بنتي. الأطفال الذين يصومون لأول مرة في حياتهم تقام لهم احتفالات خاصة تشجيعا لهم وترغيبا في الشهر الكريم، ويحظون طوال الشهر برعاية خاصة من أجل دفعهم للمواظبة على أداء فريضة الصيام. وصوم الأطفال لأول مرة يعني لعائلات الجزائرية انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والنضج، لذلك يحرصون على تنفيذ كل رغباتهم
خلال هذا الشهر تحفيزا لهم على مواصلة الصيام. ومن العادات الجزائرية عند صوم الطفل لأول مرة أن تعطى لهم حبة تمر واحدة، ولا يتم إجبار الطفل على تناول وجبة معينة، بل يترك له الاختيار، وما على الوالدين إلا إطاعة أوامره. وتختلف طريقة الاحتفال من منطقة إلى أخرى، حيث تصل إلى حد ذبح الخرفان وإقامة وليمة تدعى لها الأهل والأقارب. فمثلا في ولاية الجنوب يلبس لها الطفل ملابس خاصة يتم شراؤها خصيصا لهذه المناسبة. أما في منطقة الصيف إفطار، فإن إفطار الطفل يبدأ بكأس حليب توضع فيه قطعة ذهبية تكون هدية له. أما الأمازيغ فإنهم يختارون الإفطار فوق أسطح المنزل تعبيرا عن بلوغ ابنهم مرحلة النضج والسمو. برافو 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 برافو. كاين مادام نتكلموا على الشدة ومنطقة تلمسان وكامل، لما تصوم البنت لأول مرة في تلمسان يشدوا لها، يلبسوا لها الشدة، يلبسوا لها الشدة. هذه لأن أنا عشتها، عشتها مادام بحكم أن الوالدة من ولاية تلمسان، عشتها. يعني يشدوا لها نهار تصوم، وصيام الطفل لأول مرة حدث كما قالت لنا بنتي، يروح حتى ذبح الخرفان. يعني شوف هذيك الفرحة، ويعني عرس ويدعو الناس كامل ويجي وليمة وليمة كبيرة. جميل جميل، من أروع ما يكون. ولكن أنا من هذا المنبر هذا مدبيا نقول الأولياء، جميل أن الطفل يبدأ يتعلم يصوم هو صغير، ولكن ما تجبروش ولادكم على الصيام إلى ما قدرش يكمل النهار ولا تعب ولا عطش ولا. هذا شيء مهم جدا. لما الطفل ما يكونش واجب عليه الصوم، معليش صوموه، صوموه نهار يومين، أيام العطلة، أيام الجمعة والسبت كما يقراش مثلا، جميل. ولكن أنه ينوض صباح ويروح يقرأ هو في عمره 9 سنوات ولا 8 سنوات ولا، وحتى على الجسم تاعو كيفاش يكون، يكون قوي ما يكونش قوي. إذا الوالدين لازم تردوا بالكم في هذا الباب، هذا نظن مهم جدا. حتى في المدرسة أنا أقول للمدرسين وسلك التعليم وكامل، إذا شافوا أن الطفل صايم وتعب لازم يكلموا والديه، ولا لازم يفطر، لازم يفطر، لأنه لازم نراعي صحة أولادنا وكامل. ولكن الصوم جميل جميل. أنا كي كنا صغار كنت نصوم الصباح، وبعد كنت لحق زوج قولها ماما صمت البارح حتى 12 واليوم صمت حتى للزوج، تحسب لي نهار زيدهم نضيفهم. كانت تقول لي دوك نخيطهم لك، يعني باش يسهلوا عليك، على بالهم بالإسلام هو دين ويسر، دين ويسر. جميل 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 جدا. انتم كي صمتوا لأول مرة كش ما داروا لكم؟ داروا لكم؟ عطي لها الميكروفون تقولنا واش داروا لها؟ نهار صمتي أول مرة بنتي؟ أول مرة كان في عمري 7 سنين. حطوا كنتي صغيرة بزاف، حطوني داخل قصعة تاع الطعام ورموا عليا الحلوة، ومن بعدك داروا لي شربت بالسدرة تاع العسل الحرة، باش زعما يجوز علينا رمضان حلو كأول مرة يجوز علينا كامل حلو حتى نهار الآخر. الله يبارك، برافو برافو برافو. شكون تاني اللي سام أول مرة داروا لكش حاجة؟ أنا صمت كان في عمري 7 سنين كيما هي. 7 سنين تاني؟ الله يبارك، كنتوا صغار. كي صمت داروا الحنة ورموا لي داروك فوق جفنة تاني ورموا عليك الحلوى وكامل. الله يبارك الله يبارك. إذا شوف العادات نتاعنا عادات جميلة جميلة، هي فيها تشجيع وتعويد، فيها احتفال أولادنا. نعم فيها احتفال، نعم. يعني الطفل يحب الاحتفال ويحب، وكأن الطفل هو حقيقة يحس روحه باللي دار إنجاز. هذا هو بالضبط، دار إنجاز تماما. يعني تماما نشوف قاع فرحانين يقول أنا أصبحت قادرا مثل الكبار، فهمت؟ فيقلد الكبار، وإحنا والأولياء رم يربوه على تطبيق قواعد الإسلام، ولكن كما قال عمو يزيد بحذر وبرعاية. مش هو حتى 10 سنين باش من الحقيقة، ابتداء من 10 سنوات باش نبداو نقولوا لأولادنا لازم لك تصوم هكذاك، وما لازمش كما قال. نعم إذا ما قدرش، إذا قدر معليش، إذا ما قدرش ما نسيفش عليه لأنه لم يبلغ بعد. أما قبل فالطفل غالبا ما هو اللي يحب يصوم، يقول لنا غدوة أنا نصوم غالبا. لماذا؟ حتى يشعر بأنه يعني أصبح صباح رويجل، احنا نقول رويجل او عويتقا كي تكون الطفله. وهذا هذا جميل. ومهما يكون حتى ولو صام نص نهار، ف
فصوموا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، هي فيها الصحة ولكن دائما بحذر، من 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 تقلوش على أولادنا حتى يبلغ. جميل 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 جميل. رضوان ولدي، رضوان ولدي، رمضان كريم. رمضان كريم. واش راك ولدي لاباس؟ تصوم بزاف في رمضان ولا تصوم غير شويه انت؟ سمانه. سمانه؟ الله يبارك، الله يبارك. تصوم في ايام الاسبوع ولا تصوم في العطله في نهايه الاسبوع؟ في ايام الجوزي. حتى كي تكون تقرا تصوم؟ الله يبارك، شاطر شاطر ولدي، شاطر شاطر. اذا ولدي واش جبت لنا اليوم؟ السلامة المرورية. السلامة المرورية، على واش راح تكلمنا اليوم؟ عن السرعة. عن السرعة، برافو برافو، تفضل وليدي تفضل. الشارع مكان عام وليس مكانا للعب واللهو، فلا نلعب بالكرة في الشارع ولا نجري ولا نتدافع، فقد نسقط شخصا فيقع على الطريق وتكون السيارة قريبة منهم. إذا أردنا عبور الشارع فيجب أن ننظر يمينا وشمالا هكذا نتأكد من سلامة العبور، لا نقطع الطريق حتى نرى الضوء الأخضر، ولا نسرع في عبور الشارع حتى لا تفاجئنا السيارات بعد تغيير الضوء. برافو 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 برافو. إذا أحبائي لما نكونوا نلعبوا في الشارع كما قالنا رضوان وليدي ما لازمش ندافعوا، بالمرات كنت تلعب هكذا تدافع مع اصدقائك وانت في الشارع، ممكن انك تدفعوا يروح للطريق وين تكون السياره جايه، وكامل لازم نردوا بالنا. اذا السلامه المروريه وامن وسلامه الاصدقاء كذلك يا اخي، ولا نكونوا نلعبوا بالكره مثلا تروح تجري مور الكره، بعد الكره تروح في الطريق تروح تجري موراها، ممكن بعد شر يتسبب لك حادث ولا. اذا لازم نردوا بالنا كما قالنا رضوان. أصدقائي أحبائي الأطفال ردوا بالكم كي تكونوا تلعبوا برا، لازم تكونوا في أماكن آمنة آمنة آمنة. اليوم جبت لكم واحد الطبق، شحال بنين شحال بنين شحال بنين. ماليسا بنتي رمضان كريم. رمضان كريم عمو يزيد. يطول عمرك يطول عمرك بنتي. واش جبت لنا اليوم واش من طبق؟ عمو يزيد اليوم جبت لكم طبق من أطباق الجزائر اللي نحبوه بزاف واللي هو البركوكس. البركوكس شحال بنين البركوكس. تفضلي بنتي. طبق البركوكس يعتبر طبق البركوكس طبق تقليدي جزائري، حيث يعد من أشهر الأكلات الشعبية تميزا، وهو نوع من الأكلات الساخنة، حيث تسهم هذه الأخيرة في منح الجسم سعرات حرارية عالية خاصة في موسم المطر أو الثلوج. برافو 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 برافو. البركوكس لازم نهضروا عليه. لا لابد، لا لابد يعني هذا من انا برك تفكرت جدتي الله يرحمها ويوسع عليها، كانت تدي لنا بزاف البركوكس بالحليب سخون، وخاصه في فصل الشتاء. فصل الشتاء يقوي كما ذكرت مشكوره، شيء من اروع ما يكون حقيقه. البركوكس الحار كما رانا جبنا لهم احنا البركوكس باش يشوفوه، راهو وجبنا لهم كذلك باش يشربوه بالرايب. رامي رامي اللي عنده الرايب وعنده اللبن، وكما يرافقنا في طيلة شهر رمضان يرافق قناة عمو يزيد ويرافق الأطفال كذلك. احنا ورينا لهم البركوكس الحار يعني بالصلصة الحمراء وكامل، ولكن ما ننسوش البركوكس اللي بالحليب. ما دمنا في رمضان عمو يزيد، كاين أكلة من العجائن ما هيش موجودة في، لم توجد في أي منطقة وفي أي مدينة على المستوى الوطني بالمغرب العربي إلا في مدينة واحدة في الجزائر، ودات قبل 15 يوم أو هذا الطبق هذا أدى الجائزة الأولى بتونس وعندها علاقة برمضان. سيدنا رمضان حصتكم تجيكم طيلة شهر رمضان، انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، كاين مواضيع مشوقة 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 جدا. سلام. محضورك زهيت المكان سيدنا رمضان، فرحنا لك شهر القرآن والأمثال تاع زمان، وما كل من كل الوان سيدنا رمضان.